السلام عليكم شباب، إن شاء الله نكمل سلسلة محاضراتنا في إدارة الإنتاج والعمليات. طبعا بعدنا بنفس الفصل اللي هو فصل 12 أعتقد، اللي هو Inventory Management، إدارة الخزين. مثل ما وضحنا في المحاضرة السابقة أن إدارة الخزين أو هذا الفصل بالتحديد يشتمل قسمين. القسم الأول أنه إحنا عرفنا النظري والشرح والمفهوم الطبيعي للمادة. القسم الثاني إحنا هندخل بالجانب الرياضي كطلاب إدارة صناعية إدارة إنتاج عمليات، عفوا يعني كطلاب إدارة صناعية في مادة إدارة إنتاج عمليات إحنا نركز وين؟ على الجانب الرياضي. طبعا ما نهمل الشرح يعني أيضا مهم، لكن نركز على الواضح واليسير من عنده. هنا أنا حضرت لكم إن شاء الله شوية مسألة المادة الرياضية اللي راح نفوت بيها حتى تشوفونها شباب. يعني أول فقرة راح ناخذ كمية الطلب الاقتصادية اللي هي the basic economic order quantity اللي هي E أو Q مثل ما ماخذينه، لكن راح ناخذه بتوسع أكبر. هذا كمية الطلب الاقتصادية شو ضم عند بيها؟ ضم بيها ثلاث فقرات. الفقرة الأولى هو minimizing cost اللي تحتاج تعرفه من خلال الرسم. اثنين اشتقاق إذا كان مطلوب من عندك مال القانون. ثلاثة الأمثلة من رقم ثلاثة إلى رقم ستة. بعدها نقطة إعادة الطلب اللي هي reorder points أو نقاط إعادة الطلب، عليها مثال واحد. نموذج كمية طلب الإنتاج اللي هي production order quantity model، عليها مثال ثامن. بعدها quantity discount models اللي هي نماذج خصم الكمية، عليها مثال واحد. بعدها نماذج الخزين والاحتمالية، خزين الأمان والاحتمالية اللي هي bubble stick models and safety stock. طبعا بعض الطلاب او بعض الكليات شو تسوي هنا؟ يقول اني اخذ نموذج خزين الامان واترك نموذج الاحتماليه. ليش؟ يعني باعتبار نموذج الاحتماليه احنا راح نستحمل قانون الاحتماليه، القانون هو زيت هسه نشوف ان شاء الله بهايزر، وتاخذون نفسه بالاساليب الكميه اللي هو عليه الامثله من 10 الى 14. نموذج الفتره الواحده اللي هو single period model، يعني مثال 15. وأنظمة فترة ثابتة اللي هي Fixed Period System. ونيجي نهاية الفصل الملخص وأسئلة المناقشة وأمثلة محلولة. طبعا هذا التصنيف أنا أحسه كلش مهم. ليش كلش مهم؟ أن الطالب من يلزم الفصل اللي يحتاجه اللي يحتاج يدرسه يسوي له ريفيو بالبداية، راح يتذكر ويعرف شنو مطلوب من يمه وين يحتاج يركز ومنين راح تجي الأسئلة إذا كان بالوضع الطبيعي أو بالامتحان. بس خلونا نفوت. جيد، نفوت هنا على الكتاب نشوف هذا المثال الأول اللي هو minimizing cost، تقليل التكاليف. تقليل التكاليف طبعا تقدر تقرأ هنا انه هو شنو، بس هو مبين من اسمه تقليل التكاليف. هو الهدف الرئيسي من يمه انه احنا نقلل التكاليف. مثل ما وضحنا بالمحاضرة السابقة التكاليف شنو عندي تتنوع، تكاليف أداة طلبية تحميل وهكذا. هذا الرسم كلش حلو، ضروري تفتهمه على مود تقدر تفتهم القوانين بعده ومن تحل تفتهم حتى لا تنسى. فنشوف الرسم الأول اللي هو الـ A annual setup or order cost. شو يقول بيها؟ تكاليف السنوية الطلبية. تكاليف السنوية احنا نعرف انه اني كل ما كانت الطلبية مالتي كبيرة ولا تتكرر كثيرا خلال السنة، تكاليف ايش راح تصير بيها؟ تزيد. مثلا اني الطلبية الوحدة تكلفني ك order او set up cost، يعني نقل غيره، نقل افراد، عطاءات، مناقصات، مزايدات الى اخره. هاي التكاليف سميها set up of cost. set up cost اذا صارت عندي 10 مرات في السنة فهي راح تكلفني اكثر، اذا 5 مرات تكلفة اقل، اذا مرتين تكلفة اقل وهكذا. فنشوف ان العملية شوف شلون صايرة بهالشكل، سلوب يقترب من الصفر. الـ annual holding cost اللي كلف التحميل هنا لا، كل ما يمشي الوقت تزيد. ليش؟ لأن هاي كلها في الاحتفاظ وين؟ بالخزين. فأنا الخزين إذا بقى عندي شهر على أرضية المخزن مو مثل ما يبقى عندي 6 أشهر. فهنا تصير عملية شنية؟ عملية متزايدة مع الوقت. من خلال هذا النموذج نوضحها. من خلال هذا النموذج وهذا النموذج راح يطلع عندي نموذج الـ Optimal Order Quantity اللي هو أفضل كمية أو أفضل كمية طلب. مثل ما أنا أعرف أنه أنا عندي نوعين من التكاليف الـ annual set up
cost والانيمال شنو holding cost تكاليف الاداء الطلبيه تكاليف الاحتفاظ. هذا يتقاطع في نقطه اللي هي هاي. هذا التقاطع مالته من هنا والتقاطع مالته من هنا ايش راح يولد عندي optimal point اللي هي هاي. فانا ايش اقول؟ اقول هنا راح يصير عندي reorder بحيث اني كل ما اوصل هنا ايش اسوي؟ اعيد الطلبيه. فهذا فحوى مفهوم ال EOQ من خلال هذا الرسم. حتى نطول بيه وننتقل للسؤال رأسا نكمل. احنا طبعا الاشتقاق مع القانون اشتقاق كلش بسيط وسهل، اللي يحب يراجعه او ان شاء الله نخصص له فيديو واحدة بسيط صغير حتى نشرح الاشتقاق. واغلب الاحيان ما مطلوب منكم اشتقاق، مطلوب منكم فقط شنو القانون. ننتقل للباوربوينت انا مجزع هنا. نشوف السؤال الاول يقول the annual demand is 1000 units، انه الطلب السنوي 1000 وحدة. The set up or ordering cost يقول مثلا the set up cost أو order cost اللي هي تكاليف الطلبية $10. انتبه لي per order، هاي مهمة. per order الطلب الواحد. And the holding cost per unit per year is $0.50، يعني شنو؟ نص دولار. فأنا ايش افتهم؟ القانون مالتي الكمية طلب EQ 2 في D في S على H، هي أنه رقم D اللي هو الـ annual demand طلب السنوي، الـ S هي الـ set up cost أو الـ order cost وهي شقد 10 للطلب الواحد، الـ H هي الـ holding cost. انتبه على فقرة أنه الـ H هي هنا شنو؟ per unit per year، يعني يقدر يتلاعب بالوحدات. ان شاء الله نمر عليها بأسئلة قادمة. فالمثال اللي موجود هنا هذا نفس السؤال اللي كتبته يقول هو finding the optimal order size at sharp ink incorporation، يعني انه نريد ال optimal order شركة sharp. اوكي طبعا نعطيك معلومات عن الشركة انه هي ايش تشتغل وهاي وهايدرو نيدل. احنا يهمنا شنو معلومات السؤال. من انطانيها هنا انا ايش راح اسوي؟ مجرد اطبق القانون هذا. 2 في 1000 وحده سنويا في 10 كلفه الطلب على نص دولار بالسنه كلفه الاحتفاظ بالسنه للوحده الواحده يساوي لي شقد؟ تحت الجذر 40000 ويساوي لي 200 وحده. هذا بالنسبه شنو؟ للاوردر كوانتيتي كميه الطلب. نمشي بعد شويه نانا انا جزئها اوضح. يقول we can also determine the expected number of order، يعني أنا إيش أقدر أحسب عدد الطلبيات المتوقعة، يعني شنو؟ يعني كم مرة أقدر أطلب بالسنة. أوكي قانون هش يقول n يساوي لي demand طلب على order quantity. order quantity منين طلعناها؟ من القانون السابق هذا. والدي demand يعطينيها بالسؤال، ومن خلال هذا الـ N أقدر أطلع expected time between orders. مثل ما قلنا قبل شوية شباب أنه أني ممكن أطلب خلال السنة 10 مرات 5 مرات 3 مرات. فهاي القانونية شي يطلع لي؟ يطلع لي عدد الطلبيات خلال السنة، ويطلع لي الوقت بين طلبية وطلبية شقد. فـ expected number of orders و expected time between orders اللي هي T، ويساوي لي number of working days per year IMN على N اللي طلعناها من هنا. وهاي لازم نضيكيها وين؟ نضيكيها بالسؤال. عدد أيام العمل بالسنة اللي هي number of working days per year. فنشوف هنا هو المثال الآخر، مثال أربعة. يقول احسب commuting number of orders and the between orders at sharp incorporation. يقول احسب لي عدد الطلبيات والوقت بين كل طلبية لنفس الشركة. وهنا ايش يقول يكمل على السؤال؟ يقول من خلال معلومات المثال الثالث اللي شنطاني بيها هاي معلومات المثال الثالث، انه انطاني الطلب السنوي وكلفة الطلبية وكلفة الاحتفاظ. اوكي يقول من خلال هاي المعلومات بالاضافة الى has 250 days working per year، انه عندي 250 يوم عمل خلال السنة، طلع لي الـ N اللي هي number of orders
وطلع لي T اللي هو time between orders. نقول له بسيطة هذا الحل شباب، أنا هنا استقطعه حتى يكون أوضح. هذا الحل N يساوي N يساوي لي demand على order quantity. demand يعطيني ألف، order quantity طلعتها أنا من هنا 200 أجيبها 200 ويساوي لي 5 orders per year. أنا جاي أقول لك إنه أنا عندي 5 طلبيات خلال السنة. من أجي أطلع للتي اللي هو الوقت بين طلبية وطلبية، أخذ الN اللي طلعتها، العفو أخذ 250 اللي انطاني إياها بالسؤال اللي هي 250 يوم، هاي per year working per year على يمن على 5 orders. هذا الN إيش راح يطلع عندي؟ 50 days between orders، أنه أني 50 يوم بين كل طلبية وطلبية. طبعاً شباب كل مثال بهايزر ينضيف إلى learning exercise اللي هو شنو مثال التعلم، أما يغير لك الـ D أو يغير لك الـ N أو غيره أو غيره. فنادي يدرون أنتم ترجعون تحلونه، مجرد اختلاف في الأرقام فقط. بعد ما شفنا انه هنا طلعنا هذا ال N وال T، نجي على مفهوم اخر اللي هو شو اسمه Total Cost. خلينا نعطي عنوان على مود يبين عندكم تكاليف الكلية. تكاليف الكلية هذا هنا اللي هي total costs. تكاليف كلية. تكاليف الكلية شلون اقدر اطلعها؟ total cost يساوي لك D على Q مضروبة في S اللي هي نسميها set up cost، تكاليف الطلبية، زائد Q على 2 في H اللي هي شنية holding cost. ودي يسأل هاي القانون منين اجانا، او هاي القوانين الصغيرة اثنين منين اجانا، يبدأ يراجع اشتقاق القانون وراح يعرف. فلنفس السؤال هو المثال الثالث، الدي كان الف، الـ Q انا طلعتها 200، هنا نشوفها نزوم عليها افضل 200 مضروبة في set up cost اللي هي 10 بنيها بالسؤال، زائد الـ Q نفسها 200 على 2 هو بالسؤال مضروبة في H اللي هي 0.50. فجمع ضرح ضرب رح يطلع عندنا واحد 100 دولار. هاي 100 دولار تكاليف الكلية. تكاليف شنو؟ الكلية المن لتكاليف Set Up Cost والHolding Cost، يعني تكاليف الإعداد والاحتفاظ. تكاليف الإعداد والاحتفاظ المن للخزين لشركة شارب. هذا هنا الحل مثل ما نشوفه. هذا هنا اللي يحكي بين السطور ايضا مهم. ليش؟ لان مرات يجينا كسؤال من عندك. ايش يقول من دوكم بالانجليزي اللي موجود هنا؟ يقول يابا انه اني توتال كوست اللي طلعت عندي قبل شوية هي طلعت عندي تكاليف الاعداد والاحتفاظ فقط. اذا اريد اطلع التكاليف الكلية بضمنها تكاليف شراء المنتوج، شنو يعني؟ يعني أنا اشتريت مثلا 1000 علبة، من أجي أحسب التكاليف الكلية راح أحسب تكلفة الإعداد هاي الطلبية، مثلا سفري للصين وقعدتي ونومي وأكلي وغيره طلع مثلا 1000 دولار، زائد تكاليف الاحتفاظ بيها من أجيبها المن العراق بمخزن خلينا نقول خلال السنة الوحدة الواحدة دولار، هم راح يطلع لي مثلا 1000 دولار للألف وحدة. مش صار عندي total cost 2000، لكن هاي total cost هي خاصة فقط بمن بال set up order and holding cost فقط. هنا نقول أنا أقدر أطلع التكاليف الكلية بضمنها تكاليف المنتوج نفسه. هنا نسمها B في D. يعني شنو قصده؟ إن قانون نفسه ماتي اللي هي تكاليف إعداد الطلبية وتكاليف تحميل set up cost والholding cost، وأضيف لها تكاليف الشراء البي هو البرايس
سعر الوحدة الواحدة الدي هو demand الطلب أو actual purchase اللي هي المشتريات الفعلية. فقبل شوي احنا كنا أيمن نحكي على 1000 وحدة، سعر الوحدة 10 دولار، مش راح يطلع عندي 10,000. فمن أجي أحل 10,000 أن تنضاف للتكاليف الكلية اللي طلعت عندي. نشوفها هنا، ها جيد، هذا robust cost. جيد، EOQ is a robust model. هنا أيمن راح يسولف robust model إنه كنموذج أمثلية. أوكي، عشان قصد نموذج أمثلية إنه نموذج جيد جدا أو ملائم جدا للعمل. فهنا نشرح طبعا، هذا يقدرون تراجعون أنتم شباب، لأن كلش بسيط ما يغير بشي، مجرد إنه هو يقول إذا من خلال المثال الخامس لا أضرب عليه actual is actually 1500 needles. يعني هو جاي يقول وياب إحنا جينا نشتغل على 1000، بعدين طلع الحقيقة شقد 1500، فطلع لي the annual شنو cost أو total cost نفس التسمية. فإحنا راح نقول له ياب 1500 على 200 في 10 200 في 2 راح يطلع عندي شقد 125 دولار. لكن يقول إذا الكيو أنت طلعتها الألف 200، إذا الكيو الجديدة الألف 544.9 شقد راح تطلع التكلفة؟ عملية بسيطة، مو كان ما أنا طبقت بالكيو 200 هنا راح أطبق شقد 244.9، إيش راح تطلع عندي التكاليف؟ 122.470 دولار. شو يريد يثبت لنا هنا؟ يقول يا أبي مرات الطلبية تزيد وتتغير الكيو الأوردر كوانتيتي، فمو شرط إنه الطلبية عندما تكون صغيرة يكون تكاليفها قليلة. شوفوا هنا كانت 200، إيش قد التكلفة الكلية؟ 125 دولار، هنا صارت 244، إيش صارت التكلفة الكلية؟ 122. فهنا يريد يفهمنا كطلاب، يفهم الجميع، انه مو كل تقليل minimizing of quantity تقليل الكمية معناته راح تقل التكاليف. وهو هذا فحوى وهدف نماذج الـ EOQ وغيرها. حاليا كملنا الـ EOQ، الموضوع اللي بعده هو reorder point، نرجع لمواضيعنا يعني. هذا ان شاء الله راح يكون فيديو قادم ايضا وحده حتى نقدر نمشي step by step. اوكي شباب، بالنسبة لهاي المواضيع احنا راح نتناولها كلها، لكن مو شرط انه انتم تدخلوها كلها وين بالنظام المقرر الدراسي لكم، تقدرون تقتصرون على عدة مواضيع. مثلا هاي المواضيع كلها تختارون منها 4 فقط داخلة او 3 تركزون عليه، حتى لا يكون عندكم شنو تشعب تشتت بالمادة. هذا فيما يخص الـ EOQ ضمن موضوع الـ Inventory Management، إدارة إنتاج وعمليات.